موعد جديد من غيكاب ميدي، بداية أسبوع موفقة للجميع يا ربي كالعادة. عودة على آخر المستجدات اللي تخص الشأن العام في تونس، نص النهار 16 دقيقة وسمعكم حتى للساعتين مع كامل الفريق اللي تعودتوا به. رحب بالأستاذ فتحي صقيرة المحلل السياسي. سي فتحي مرحبا. مرحبا بك أستاذة سهام، احتراماتي، ومرحبا كالعادة بكافة مستمعي ومستمعات الحياة فهم. شكرا لك. في فورما سي فتحي؟ الحمد لله الحمد لله. رمضان ما أثرش فينا؟ ما اثرش في يعني ما معناها ان شاء الله ما اثرش في الناس الكل بالطبع، خاطر يتطلب معناها صبر وحسيل وتحلي بالاخلاق الحميده وكل اماني لن تكيف نشرب قهوه دونك ما اثرش في اي باهي سي فتحي. رحب زيدا بنجله خليفه هاني زميلتنا من قسم الاخبار. نجله مرحبا. مرحبا سي، مرحبا سي فتحي، ومرحبا بالناس الكل يسمعوا فينا. في فورما زيدا نجله اليوم، مرحبا. حسيت روحي عندي مده ما خدمتش. تحسها طويله المده من الخميس. رحبوا زيدا بامنا بوخيت في الاخراج التقني للحصه، زميلنا سيف الدين بولعريس في ديجيتال، زميلتنا انس الهمامي في ستوندار، معاكم سهام حمدي مقدم الميكرو من توا حتى لساعتين في غيكاب ميدي. باش نرجع اليوم على برشا مواضيع، على اخر المستجدات في خصوص القرض والا الاتفاق المنشود مع صندوق النقد الدولي وتونس، نحكيوا زيدا على اخر الأخبار على الحدود التونسية الليبية، تسيير دورية أمنية على طول الحدود مع تونس من الجانب الليبي، وعدة تفاصيل أخرى. نحكي اليوم في زابينج على آخر التصريحات بخصوص نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك في القيروان، رأي المواطنين والمستهلكين اللي كانوا غادي اليوم، وكانت زميلتنا نجلة في عمل صحفي تنقلت على عين المكان، ونسمعوا بعد شنو رأيهم وأكثر توضيحات. نحكي زادة على مسلسل الفلوجة والجدل الكبير وتصريحات وزير التربية بخصوص يعني هذا الجدل. في ضيوفنا معنا اليوم السيدة ليلى حديد، عضو المكتب السياسي عن حركة الشعب، قراءة حركة الشعب للضغوطات الأوروبية على تونس في هذه الفترة. أيضا باش نتابعوا رأي المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بالنسبة لتزويد الأسواق في الأيام الأولى من شهر رمضان، شنو اللي سجلوه، شنو أبرز الملاحظات ربما اللي تابعوها خلال هذه الأيام. هذا وأكثر نحكي عليه اليوم في غيكاب ميدي. كالعادة البداية تكون بألاباج. ألاباج ألاباج وتوا ألاباج. في ألاباج نجلة نحكيه على آخر المستجدات في خصوص القرض من صندوق النقد الدولي. صحيح سهام، ونبداو بسفير فرنسا بتونس أندري بارون اللي قال انه بلاده مستعده لتغطيه حاجيه تونس الاضافيه من التمويلات بعنوان سنتي 2023 و2024، وقال انه التمويلات بقيمه 250 مليون اورو متوفره حاليا في انتظار صرفها لتغطيه الفجوه في ميزانيه البلاد. واعلن الدبلوماسي الفرنسي في حديث ادلى به لوكاله تونس افريقيا الانباء ان بلاده مستعده ايضا لتحفيز الممولين الدوليين بهدف دعم تونس ومساعدتها على سداد حاجيتها من التمويلات الإضافية. وقال أنه في الأثناء فإن هذه المساعدة تبقى رهينة التنفيذ الفعلي لمخطط الإصلاحات الذي تم تقديمه إلى صندوق النقد الدولي. وحسب بارون فإن الوضعية الاقتصادية وميزانية تونس معرضة إلى تعقيدات جمة في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. نمشي إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية اللي من المفترض أنه يزور اليوم تونس، وإن نلقاو مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية يتوجه إلى تونس اليوم الاثنين للقاء مسؤولين تونسيين وفق بيان صادر عن المفوضية الأوروبية. وبحسب البيان سيناقش المفوض الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تطرحها الحكومة في سياق وضع اقتصادي صعب، وكذلك سبل عملية جديدة محتملة للمساعدة المالية الشاملة والتي يمكن المفوضية النظر فيها فيما إذا تم استيفاء الشروط المسبقة حسب وكالة نوفا للأنباء. وذكرت الوكالة بأنه جون تيلوني سيلتقي خلال الزيارة برئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الوزراء أو رئيس الحكومة نجلة بودن، وكذلك وزير الخارجية نبيل عمار والاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، إلى جانب وزيرة المالية سيامة البغديري نمسية وكذلك محافظ البنك المركزي. في نفس الموضوع نلقاو مسؤولا بصندوق النقد الدولي تكشف آخر المستجدات حول القرض، ونلقاو أكدت مديرة الاتصالات الاستراتيجية بصندوق النقد
النقد الدولي أنه ملف القرض الذي من المنتظر إسناده إلى تونس ما زال قائما. وأشارت المسؤولة في تصريحات جديدة أن التأخير في دراسة ملف تونس جاء من أجل إعطاء فسحة زمنية للحكومة التونسية للالتزام بالشروط التي تم دراستها والاتفاق عليها بين الطرفين من أجل إسناد القرض الذي هو مرتبط ببرنامج إصلاحات متكاملة. واضح. سي فتحي، اليوم بعدك التصريحات الإيطالية المتواترة بخصوص تونس وأنها تطلب دعم تونس ومساعدة تونس، نلقاو فرنسا تعلن على تخصيص 250 مليون أورو، تقول هي متوفرة حاليا في انتظار صرفها لفائدة تونس. أعلنها سفير فرنسا بتونس، مش مثل رئيس فرنسا ولا مسؤول في الدولة الفرنسية متواجد يعني في فرنسا. اليوم وين تتجه الأمور، خاصة كيف نسمع التصريح مسؤولة بصندوق النقد الدولي تقول بأنه القرض ما زال قائما، وبهذا تنفي ما روج بأنه تم تعليق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اللي كان على لسان رئيسة الوزراء الإيطالية. وين تتجه الأمور سفتح اليوم؟ هل تونس تحصل ولا كل هذه الظروف بتكون عامل من العوامل اللي تسهل على تونس الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي؟ شكرا. بالطبيعة معناها ثم عوامل ومستجدات أخرى، خاصة بعد الاجتماع متاع المجلس الأوروبي. بالطبيعة استمعوا معناها المداخلات كل الأطراف وكل شيء، وخاصة ثم أطراف اللي معناها حاسة معافسة على الجمر كما نقولوها معناها، وحاسة وش حبوا يعملوا توا، خاصة معناها هم عندهم القاعدة ذيك بريفونير فو ميو كو غيرير، الوقاية خير من العلاج، يحبوا يطبقوها معناها. وصلوا حتى معناها هولوا الأمور شوية كي يجبدوا على حكاية الانهيار وما انهيار معناها. فما برشا معناها خبراء تونسيين وكل شيء اعطاوا الساعة كيفاش مواصفات الانهيار، حالات اللي وصلت لها لبنان ولا اليونان ولا بعض الدول الأخرى حتى في أمريكا الجنوبية. والخبراء اعتبروا انه هذا مبالغ فيه، مبالغ فيه الى ابعد الحدود، اعطاوا حتى المؤشرات معناها دوله تولي ما عادش تخلص في الخدمه نتاعها، مؤسسات معناها مغلقه خاطر ما تنجمش تجيب معناها المواد الاوليه، وقف عجله الانتاج معناها بصفه عامه بنسبه كبيره 50% فما اكثر، ما ثماش هذه المؤشرات. مهما توصل الاوضاع هو شنو معناها الحقيقه، الوضع صعب، هذا مما لا شك فيه، الوضع صعب. وتوك في تونس سون تران دو غرينيوتي هكا ان بو بارتو، جيب منا وجيب منا، وقرض داخلي وتوا نعملوا على الصلح الجزائي وعلى معناها الصعوبات موجوده، اما مش بالشكل اللي تصوروا فيه هو. لكن هم علاش يهولوا معناها في الامور هذه؟ فما حاجتين ديما نقولوها معناها، اولا خايفين من لا قدر الله كان تولي انهيار فعلي اقتصادي وتنجر عليه فوضى عام، مش تولي موجات معناها كبيره وكبيره جدا من المهاجرين معناها غير الشرعيين من ناحيه، من ناحيه اخرى ثم ضغوطات زاد موازيه اخرى على المسار الديمقراطي في تونس والحريات والحقوق الانسان وهلم جرا، دونك ثم هذه الاسباب اللي تخلي الغرب بصفه عامه معناها يضغط. من ناحيه قلت لك المبادئ هذه الكونيه اللي دافعوا عليها واللي هي سيمه من ميزه من مميزات المجتمعات الغربيه والساسه الغربيين السياسيين الغربيين، ومن ناحيه اخرى متخوفين الى ابعد الحدود من مما لا قدر الله قد ينجر عنه الوضع معناها في صوره ما يقع انفلات وتولي معناها موجات كبيره جدا ومش تضر منها برشا، راه مش كان ايطاليا، ايطاليا هي في الواجهه، لكن فرنسا والمانيا وغيرها من خاصة سي فتحي في الأيامات اللي فاتت تم الإعلان على وصول تقريبا أكثر من 2000 مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا خلال 24 ساعة. هذه بعض الأرقام، والناشط السياسي والحقوقي مجدي الكرباهي كان أعلن على 3000 خلال 24 ساعة وصول 3000 مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا. وبالتالي هذا الملف هو هاجس بالنسبه لإيطاليا. لكن تاكيدا لقولك معناها في عطله نهايه الاسبوع معناها من اماكن تونسيه معناها فيها في الوطن القبلي وفيها في الشيرة المهديه والشابه حسيلو معناها تقريبا 79 عمليه معناها هذوما اللي تصداوهم عمليه 79 عمليه تم معناها افشالها والتصدي لها، معناها معناها التخوف نتاعهم في محله، ولكن مغزر اذا اردت ان معناها اذا كانت تحب تستجيب لك معناها تونس وتمشي معناها وتراعي الظروف هذيك، خاطر هي زاد كيف تونس في وضع صعب ولا تحسدوا عليه،
ما ثم زاد خاطر كي ثم البعض من الخبراء قالوا واحنا معناها عرجنا عليها معناها في مناسبه سابقه المطالب معناها مشطه برشا معناها مشطه لاقصى درجه قالوا ثم بعض الخبراء قالوا لو تمت عقلنت معناها الشروط نتاع صندوق النقد الدولي اكثر ربما راهي استجابت تونس معناها شنو عقلنت في هذا الخصوص سي فتحي سفير فرنسا في تونس اعلن على تمويلات بقيمه 250 مليون اورو متوفرة أما مش بتعطيهم فرنسا هكاك يعني باش تفرض شروط اللي هي شنو في نهاية الأمر حتى وزير خارجية إيطاليا كان صرح بها سابقا يقول لك بأنه تونس رفضت تنفيذ الإصلاحات اللي هي موجعة على الشعب التونسي هات نعطيوها أقساط وفي كل قسط تكون مطالبة بتنفيذ بعض الإصلاحات وكأنه هو نفس الشيء ولكن بطريقة أخرى ميسرة خليني نعطيها ومن بعد نعطيها بعض الإصلاحات اللي لازمها تعملها هي مستعجلة معناها ولا ومن بعد نعاود نعطيها قسط ثاني هي وكأنه بالمراحل هي بتعمل يعني بالتدرج مش تعمل معناها اي تنجم هذه تنجم اذا كان نتاع اولويات معناها ما بتعمل اوردر دو بريوريتي مثلا هذه تعملها الاولى هذه مثلا الثانيه وشنو وتبدا هي معناها تضخ في أيوة الاموال رغم القيمه نتاع الاموال معناها ماهيش باش تحل المشكله نتاع تونس فهمتني اما حبذا ان يكون ولكن نرجعوا لك المساله هذيك نظرا انهم جربوا هما معناها بالشروط الاولانيه اللي طارحينها وكل شيء موجعه والظرف معناها صعب جدا نسبه التضخم معناها اثرت على الاسعار والمواطن معناها ولا الحقيقه معناها عايش في ضائقه ماليه معناها الى ابعد الحدود الظروف هذه راهي قد تخلق معناها قد تكون عندها مفعول عكسي راهو تخلق فوضى وبلبلة معناها وتعمل بيرتورباسيون في السلم الاجتماعي معناها نجم تعمل بيرتورباسيون اي اما هذا ماهوش باش يخلي تونس تقبل حتى لو كان مثال فرنسا تعطيها 250 مليون اورو مقابل بعض الاصلاحات فانه تونس ماهيش باش تقبل تنفيذ هذه الاصلاحات اذا كان هي باش تمس يعني من الفئات الشعبيه اللي في تونس يعني بقينا ندوروا في حلقه مفرغه سي فتحي هون ممكن يقع شي ضغط على صندوق النقد الدولي معناه نظرا للوضعيه الحاليه اللي موجوده اللي هم متخوفين منها الى ابعد الحدود باش تقع ربما اكثر مرونه في تطبيق الشروط وربما معناها يمدوا شويه في الاجال ويعملوا ديبلوكاج نتاع معناها دفعه اولى من نسبه من القرض خاطر كي تعطي دفعه من نسبه من القرض هذيك مش تساهم في ربما معناها حل بعض الاشكاليات معناها مثلا تخلق نوعا ما من السيوله الماليه كما تو القرض اللي اعطاه البنك الدولي اعطاه للمؤسسات الصغرى المتوسطه حل لهم جوانحهم ورجعت تخدم وقولوا معناها مؤشر التنميه في بالك معناها مؤشر التنميه في الثلاثيه الثالثه في سنه 2022 2.9% الور كو الدول اللي انهارت ولا لامست الانهيار وقالوا عليها قبل كل شيء معناها مؤشرات التنميه نتاعها معناها سلبيه لازم نحكيو سهام على موقف رئيس الجمهوريه اللي معناتها وكانه يتهرب من معناتها الشروط هذه ويمشي لحاجات اخرى مثل كان حكي مثال على الصلح الجزائي وقال الاموال موجوده وكيفاش معناتها نضطروا باش نستعينوا بالخارج زيد على هنا عندنا رئيس الجمهوريه وكانه مش راضي برشا متشجع برشا على للذهاب يقدما في الاتفاق مع صندوق النقد هو عنده نظره شي يقول لك كي نحرك يعني معناها دواليب الانتاج مثلا الفوسفات خاطر يضر برشا فلوس النفط فما مؤسسات اخرى اللي عند الدوله معناها قطاعات استراتيجيه فهمتني تتحكم فيها الدوله شاده المونوبول الدوله معناها فهمتني هي معناها عندها الاختصاص الجبائي نتاعها وتساهم في وعندك الصلح الجزائي عندك توجبت حتى لي شيك سون بروفيزيون اللي عندهم خطايا وكذا خويا اجى ادفع وخل معناها هذيك يحب هو يجيب موارد اخرى ذاتيه معناه فماشي ما يستغنى عن لانه هو سياسيا هاو قول لي رافض راهو المبدا سياسيا رافض رفضا قطعيا فما بالك يقولوا يلزم يمضي وما يمضي كل شيء لكن مكره رخاك لا بطل اذا كان مش توصل الوضعيه معناها تتفاقم الى درجه معينه وفما ناس ما قاعده تخدم لوفير دو لا ميداي علاش هو تحدث على ازمه تحدث على مؤامرة اللي فيها شيء داخلي وشيء خارجي يعني. الأطراف الخارجية اللي ربما تكون داخلة معناها في المؤامرة ربما تحب تزيد تأجج الوضع وتأزم الوضع نوعا ما يتأجج الوضع علاش
فهمتني، باش تضطر تونس باش تمشي لكل للقبول الشروط هذيك الشروط والاتفاق مع الموجه هذيك باش يتم الاتفاق مع، وبالتالي اوروبا توصل للهدف نتاعها الغربي. اليوم زاد كما قلنا المفوض الاوروبي يعني يزور تونس، تو نشوفوا يعني نتائج هذه الزياره واللقاءات اللي باش يعملهم اكيد في الايام القادمه. تدسويت نمشي الى اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه القيروان وما جاورها، موصل معكم في ريكاب ميدي. رمضان مبارك، رمضان كريم، رمضان احلى. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. كنا قبل الذين حكينا على آخر المستجدات في خصوص القرض من صندوق النقد الدولي، الضغوطات الأوروبية المسلطة على تونس والمخاوف الأوروبية خاصة من أو من ملف الهجرة غير النظامية. نواصلوا في ألاباج نحكي ونجلى على دوريات أمنية ليبية على طول الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس من الجانب الليبي. في بلاغ مقتضب
المهام لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أمس السبت، أعلنت تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس، وأشارت الوزارة إلى استمرار عمل قطع العسل الأمني الصحراوي التابع لجهاز حرس الحدود من خلال تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع تونس من منطقة العسل إلى منطقة الأحيمر، دون أن تذكر تفاصيل أخرى أو الأسباب على القرار هذا. الحقيقة وكان فما حديث سابق على أنه الجانبين الليبي والتونسي اتفقوا على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة تشرف بشكل مباشر على آلية دخول المسافرين إلى الجانب التونسي وخاصة العائلات عبر توزيع الممرات الخاصة بالعائلات وأيضا التجارة وسيارات الإسعاف. والاتفاق هذا جاء خلال اجتماع انعقد في مركز جمارك راس جدير من الجانب الليبي وضم الأطراف الجمركية ومسؤولي الشرطة الليبيين والتونسيين. اليوم شنو المستجد سي فتحي؟ هل هذا يحيلنا أنه فما تطورات ربما ميدانية ولا أمنية خطيرة، خاصة إذا كان نحكي على تسلل بعض العناصر وإلا محاولة هروب بعض السياسيين مثلا من تونس، شفنا بعض الأسماء، هل في علاقة بهذا الموضوع أم أنه ربما إجراء عادي لتأمين الحدود؟ شكرا. هي مسألة معناها عادية جدا، بما أنه ثم اتفاقيات، معناها ثم اتفاق تم إبرامه معناها مؤخرا، لكن تأتي ظروف معينة اللي تخلي معناها أكثر يقظة الأمني واللي الدوريات الأمنية واللي متواجدة أكثر. وحسب اعتقادي معناها كل شيء وارد، معناها عندك التهريب والإرهاب والتسلل، معناها ربما الأشخاص غير مرغوب فيها ولا ماذا، كله وارد معناها، ولكن في نفس الوقت فما حماية للناس اللي تتعدى معناها بطريقة نظامية مشروعة معناها وقانونية. كلني معناها أما هوني سي فتحي نحكيه على أنه تم الإعلان من الجانب الليبي كالعادة، ديما الجانب التونسي ديما نحبه ونسمعه، كان فما حاجة، كان فما توضيحات، كان فما أسباب، ماذا بينا زاد وزارة الداخلية التونسية راهي قدمت لنا المعطيات الكافية والواضحة باش نفهموا شنو حقيقة الوضع، ولا علاش هالقرار هذايا، ولا إذا كان زاد من الجانب التونسي الداخل في تونس باش تكون فما دوريات ولا لا. احنا نشوفوا معناها كي نحلوا الوضع، معناها ما هو الإنسان لازم يحط معناها شنو هي المستجدات وشنو هي الحاجات اللي مسترابة. وربما بصراحة معناها فما مشكل الهجرة، لكن لأن قيل وأن نسبة كبيرة جدا من المهاجرين الأفارقة اللي يدخلوا لتونس، لأن المعبر هو تونس، معناها هما يعبرون نحو أوروبا، معناها فك قوارب الموت، معناها حشيك، معناها منين؟ من تونس ومن عديد الأماكن، يقولوا نسبة كبيرة منهم ما خاطر ما تعرف الحدود بيننا وبين ليبيا تقريبا حوالي 460 كيلومتر، وعندهم ارتباط معناها قريب جدا وثيق من بالحدود الجزائرية. فهمتني؟ معناها ثم ريسك، ثم حكاية الهجرة ذيك، بما أني مطروحة تو على مستوى في الميناء المنطقة ذي سميوها معناها شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حتى أمنين هذه منطقة معناها كأني كيما نقولوا اقليم عنده خصوصيات وعنده وراه اي مشكل يولي عنده تداعيات على المنطقه بكلها. واضح. اثنين، ليبيا ما تنساش اللي جبدنا ربما يكون عندها رابط، فما زوز حاجات وعملوا بيرتورباسيون قبل مع الحكومه الليبيه وقتك المساعدات اللي جابوها، وتوا وقتك تجد لهم انت على البئر نتاع النفط، الجرف القاري نتاع الجرف القاري نتاع حقل البوري. حقل البوري وكل شيء راه خلق بيرتورباسيون راه، وهذا تو نرجعوا له بعد، معناها علاش تو في الوقت هذا بالذات ولات معناها يطلعوا في ديزارتيكل دو بريس اللي عندهم عشرات السنين وقاعدين يتعاودوا كل شيء، هو تم اكتشاف كذا وهو تم اكتشاف كذا وهو تم هذيك كلها معناها داخله في السياق هذا. ولكن اسمع احببنا ام كرهنا، باش تبدا المنطقه ذيك معناها الحدود معناها الجنوبية لتونس، معناها حدودنا مع ليبيا، معناها الجنوبية الشرقية والجنوبية مع تونس، راهو حاجة باهية بالنسبة لتونس، لأن نحن عندنا هاجس زاد الأمن على مستوى الحدود. واضح، كي تم تأمين الحدود من الجانب الليبي بالتالي وكأنه زاد حماية لتونس. تونس موجودة، هو اللي مات بركة معناها مشى السيد وزير اللي زار البوابات، معناها نظموها ولات أربع بوابات تقريبا. أي موجودة هي دوريات وأمور تنظيمية ودوريات وكل شيء. بالضبط. أما في ظروف معينة طبيعي جدا، معناها تواتي ساعات ظروف
يلزم الانسان معناه يشدد معناه نوعا ما الرقابه الامنيه واكثر يقظه، خاصه اكثر يقظه. واحنا حكينا زاده على المهاجرين اللي يتسلوا عبر الحدود في علاقه بملف المهاجرين، وخاصه تصريحات رئيس الجمهوريه اللي اثارت غضب بعض الدول الافريقيه وبعض المنظمات الافريقيه. نلقاو اجراء هو بادرا من رئيس الجمهورية في علاقة بكرة القدم، وكأنه موضوع متاع المهاجرين وتصريحات قيس سعيد لا تسكره كل مرة دي حاجة. دونك ببادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد وضمن تصفية كأس أفريقيا للأمم الكوت ديفوار 2024 وفي إطار المقابلة الرياضية التي ستجمع بين منتخب النيجر والمنتخب الجزائري اليوم الاثنين بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، قررت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع كل الأطراف المتداخلة التعهد بخلاص مع استغلال الملعب الأولمبي برادس من قبل الوزارة ومجانية الدخول بالنسبة للمشجعين من النيجر والجزائر وأيضا تونس، وذلك دعما لأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع تونس بأشقائنا الأفارقة. هذا كان في بلاغ لوزارة الشباب والرياضة أمس. لا جست جميل جدا، معناها جست ببادرة من رئيس الجمهورية وكان لتخفيفك التوتر وللترحاب بهم وفتح الأبواب للأفارقة اللي في تونس. أما سيهم يظهر لي لازمك معناتها الاستعدادات كيفاش باش يأمنوا معناتها المقابلة والدخول. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. علاش؟ احنا خلينا هو الموضوع معناها هي مقابلة تندرج في تصفيات نتاع الكاف معناها كاس افريقيا حصيل، وفي المقابله نتاع الذهاب يظهر لي انتصرت الجزائر 2-0 وتو هذه مقابله العوده. تونس عملت حاجه باهيه معناها، ان شاء الله مش يكون اكيد مش يكون معناها حفل استقبال باهي لهم هما ريسبسيون ولا من النوع هذايا. الاستعدادات كما قالت نجله لازم تكون معناها ممتازه جدا وتعكس معناها الاجواء اللي موجوده في تونس وكل شيء، ومش تساهم في حاجتين، مزيد دعم العلاقات بيننا وبين الجزائر هذيك معناها، ما قلنا توا حديث استراتيجي وبلد شقيق ونفرحوا به معناها مهما كانت الصيف. اثنين بالنسبه للبعد الافريقي كما قلت انت، بالنسبه للاخوان الافارقه بما ان النيجر هي طرف معناها في اللعبه، معناها مش يكون اجواء اكثر منها احتفاليه معناها، وتونس مش تهيئ لهم ظروف ملائمه ان شاء الله. زاد البعد الامني كما قالت نجله يلزم، خاطر علاش ماكو يولي الدخول مجاني يمكن ورمضان وناس معناها يحبوا يتبعوا معناها ويقصروا الوقت، وربما والتوقيت الخمسه هو معناها ينجموا يحضروا المقابله، ربما يكون اقبال معناها جماهيري كبير. دونك يلزم زاد الظروف الامنيه والاستعدادات الامنيه تكون في المستوى في مستوى المقابله لتامين المقابله ان شاء الله تعدى في احسن الظروف ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. نجله موضوعنا الاخر نحكيه على سرقة للأسف الشديد والله، سرقة النصب التذكاري للصحفية اللي تم اغتيالها، صحفية شيرين أبو عقلة الله يرحمها. هذه سرقة من نوع آخر سيما، احنا نحكيو على السرقة نتاع الكوابل نتاع الضوء ونحكيو على سرقة نتاع كتب في ما نعرفش أنا في مترو ولا حاجة، ولكن اليوم نحكيو على سرقة النصب التذكاري للشهيدة شيرين أبو عقلة مراسلة الجزيرة. ونلقاو أعلن مدير مكتب قناة الجزيرة في تونس لطفي حجي أنه النصب التذكاري الذي شيد في بنزرت تكريما للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة قد تعرض للسرقة، وأوضح حجي أنه النصب سرق رغم وجوده في مكان مكشوف ومحروس قبالة بلدية بنزرت، وبشرت الجهات الأمنية تحقيق لكشف من يقف وراء تلك الجريمة التي أثارت استياء أهالي بنزرت، خاصة لرمزية النصب التذكاري الذي يحمل خريطة فلسطين. ونعرفوا اللي عمني وين تم معناتها وضع النصب التذكاري هذا في بنزرت. الحقيقة الحادثة هذه ما أثرتش حفيظة كان البنزرتية كهو، أما التوانسة الكل كانوا ندوا بالحادثة اللي صارت وكيفاش صارت معناها، خاصة وأنه مقابل يعني مقر البلدية يعني في بنزرت، وتم سرقة نصب تذكيري موجود في الشارع أمام عامة الناس أمام المرأة. تعليقك على هذه الحادثة صفتها؟ شيء مؤسف جدا الحقيقة معناها، أولا جاء في الساحة هي متاع ساحة يظهر لي متاع فلسطين ولا حاجة كما هكا، وهي هي اللي نحوها اللي انتزعوها معناها هي الرخامه، راه فما رخامه فهمتني مكتوب عليها نص فيها خارطه معناها فلسطين، المحيط هي الخارطه نتاع فلسطين المحتله، والنص هو اللي ازعجهم راه النص، خاطرش حاطين يظهر لي في النص معناها تخليدا لذكرى الصحفيه معناها
شيرين ابو عقلي وشنو التي اغتيلت بتلك على يد الكيان الصهيوني ولا على حسين من نوع ذايا. اكل شكون اللي نجم يكون تقلق من هذا سي فتحي؟ فما اطراف فما أطراف مثلا توكي تجبد التطبيع فما في تونس ناس مع التطبيع هذه جدا راهو هذاك اختلاف موجود. يقول القايل سي فتحي بعد عام عنده عام معناتها يعني اذا كان باش يقلق باش يقلق في الفتره الاولى. ربما مام اللول كذا الجديد محطوط وربما تحت رقابه نوعا ما من الرقابه خاطر النص هاني قلت لك فيه معناها يقول لك تم اغتياله على يد الكيان الصهيوني كريمه فهمتني وقت اللي هي القضيه مازالت جاريه وفما ابحاث وفما كذا ما تعرفوا معناها تطوراتها وتعقدت شويه نوعا ما والجزيره بيه. داخله في اما شو نقولوا احنا معناها القاو الظرف ربما في شهر رمضان ما تبدا ساعات في ساعات معينه تبدا الشوارع خاليه مثلا وقت الافطار ولا وقت السحور ولا والله اعلم معناها الحقيقه سؤالي اما هو العمليه أي. معناها في حد ذاتها مع في حد ذاتها نستنكرها بشده اكيد نقعد ننتظر التحقيقات والبحث اللي تم يعني فتحه في الحادثه هذه اسكو في علاقه بسرقه عاديه ربما للرخامة ولا ما نعرفش شنو والا عنده غايات اخرى ولا دوافع اخرى هذه العمليه خاطر ما تمش تهشيم مثلا النصب التذكاري باش نقولوا تم سرقه هذا النصب التذكاري على كل توا اكيد نعلقوا عليه اذا كان فما تطورات في التحقيقات. نختموا باخر ملف نجله اليوم نعلقوا عليه اللي هو فما مجموعه يمينيه متطرفه في الدنمارك تحرق نسخه من القران الكريم وهذا اللي اثار حفيظه العالم اجمع وخاصه يعني المسلمين في مختلف انحاء العالم. صحيح سهام من استنكار سرقه نصب تذكاري الى ادانات بعض الدول على خلفيه قيام انصار مجموعه دنماركيه متطرفه تطلق على نفسها باتريوتس لايف ببث حي عبر حساب المجموعه على الفيسبوك تضمن حرق نسخه من القران الكريم الى جانب حرق العلم التركي امام السفاره التركيه في العاصمه كوبنهاغن. ونقل مراسل وكالة الأناضول أن عملية الاعتداء والحرق التي تم نقلها على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على الفيسبوك رفع خلالها منفذ الاعتداء لافتات معادية للإسلام ورددوا شعارات مسيئة للمسلمين. دونك مرة أخرى يتم الاعتداء على المقدسات الإسلامية هذا مرفوض على مختلف الديانات وإلا المعتقدات إلى غير ذلك. أثارت حفيظة المسلمين في كافة أنحاء العالم دول تندد إلى غير ذلك وفي كل مرة الحقيقة نشوف صفاتها يعني مثل هذه الممارسات في الدنمارك ولا حتى في غيرها من الدول الأخرى. تعليقك على هذه الحادثة وكيفاش نجموا نرتقيوا بنوصلوا معنا إلى درجة من احترام كل المقدسات واحترام كل الأديان. فعلا فعلا معناها تكررت العملية خاصة في البلدان الاسكندنافية الحقيقة معناها والمرة هذه هاي في الدنمارك المجموعات هذه موجودة راه مجموعات يمينية متطرفة قومية معناها فاشية في بعض الأحيان ما تؤمنش معناها حتى بال ولكن هذوما عندهم كراهية معناها للدين الإسلامي نقولوا عندهم الإسلاموفوبي كما نقولوا ناس علاش تجي أنت قدام مقر سفارة وعلم نتاع خاطر هما تو في رمضان يحييوا كما عندنا هنا وكما في بقيه اصقاع العالم الاسلامي معناها عندهم عاداتهم وتقاليدهم واللي يعتنيوا اكثر بالمساجد وفما اقبال على الصلاه والتراويح هما ربما تقلقهم معناها الامور هذه تقلقهم حسيلو نحن ذا في وقت من الاوقات موكي كثرة الحركات هذه كنت كالمعادي الاسلام اطرحت على مستوى عالمي ولات عملية إرهابية رد فعل ولات عملية إرهابية ولات كذا وقتها تحركت ما يسمى ذلك بحوار الحضارات والأديان والثقافات يلزم هذايا ديما يكون موجود راه باش يكرس المفاهيم اللي قلت عليها أنت متاع التسامح ومتاع للحوار ومتاع قبول الاخر واحترام الاخر قبول الاخر ومعناها يلزم الحوار هذايا يلزم يكون ديما متواصل معناها خاطر فما مجموعات على العكس من ذلك معناها تسعى الى معناها تسميم الاجواء معناها في كل البلدان اللي فيها معناها فيها جاليات اسلاميه وكل شيء تلقى فيها معناها المشاكل هذه
واضح سي فتحي، شكرا ليك. بعد شويه في زابيك نحكي على برشا مواضيع مسلسل الفلوجه، الجدل اللي اثاره هذا المسلسل في اولى الحلقات نتاعو، نحكي وزيدا على الصلح الجزائي، نحكي ايضا على نقطه البيع من المنتج الى المستهلك في ولايه القيروان، الجدل اللي صاير على هذه النقطة، أرى بعض المواطنين. هذا كان في عمل صحفي ليا زميلة نجلة خليفة. هني تدسويت نمشيو للتصريحات في زابينغ. زابينغ